السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نرحب بكم اليوم إن شاء الله نقدم لكم واحد سلطة رائعة. نتمنى منكم تتبعوا معنا الطريقة والمقادير وتشوفوا هذه السلطة اللي ما عمركم غادي تنساوها بإذن الله. هذه سلطة مهمة جدا ورائعة جدا، مقومة يعني تقدر ناكلها يعني، وهي تعطينا غذاء كامل بإذن الله، لأن فيها الحمص، فيها الذرة، فيها يعني اللوبيا الحمراء، فيها ماتيشا، فيها الفلفلات، الفلفلات ثلاث أنواع، فيها لابوكا، فيها البصلة، رائعة بإذن الله. لصوص ديالها طري سبيسيال هي اللي كتعطي هذاك المذاق الرائع. نتمنى لكم تجربوها ونمشيو نشوفوا المقادير والطريقة بإذن الله. عندنا واحد نص كيلو ديال اللوبيا حمراء كتجي طيبة وكتكون كتباع في الغرف ديالها يعني حمراء، كنغسلوها مزيان، كنحيدو لها داك لاصوص فاش كتكون ديفينيتيفمون، باش كنديرو لها الصوص ديالها باش غادي نصوبو هاد الشلاضة ان شاء الله. عندنا واحد نص كيلو تقريبا ديال الحمص، هاد نص كيلو ديال الحمص كنديرو في الماء سخون كيبات فيه الليلة كاملة، عاد الغد ليه كنطيبوه بالملحة وشوية ديال الكمون، كيرجع حتى هو طيب مزيان بحال هكا. هادشي كلشي خصو يكون طيب، هاد المسائل اللي كنقدم لكم الان. غرف ديال الذره حتى هي طايبه ديال 300 غرام. عندنا مطيشه حمراء كنقطعوها دوائر، كنسوسو ليها ديك، كنحاولوا نسوسي لها ما امكن ديك الزريعه اللي كتكون فيها الداخل. عندنا ثلاثه ديال الفلفلات، وحده حمراء، وحده صفراء، وحده خضراء. عندنا واحد بصله متوسطه بيضاء اللون ديالها يكون بيض، كاين ديك الحمراء هذه من الاحسن نديرو البيضاء سلطه. يعني واحد ثلاثه د الحبات ديال لافوكا، لافوكا يكون طيب، لافوكا خصو يكون من نوع طيب ماشي لافوكا يعني قاصح. الصلصه اللي غادي تكون يعني اللي غادي نديرو لهذه السلطه ديالنا غادي تكون عباره كالتالي ان شاء الله: واحد 20 غرام ديال زيت الزيتون، واحد 15 غرام ديال الحامض، ديال العصير ديال الحامض، عندنا قشره ديال الحامضه، عندنا درس ديال الثوم قليل شويه كبير او جوج دروسه، عندنا معلقه كبيره ديال العسل او تقريبا 15 غرام ديال العسل بالضبط باش تكون ما تكونش طاغي فيها العسل ثاني، تكون داخله في الصوص وتكون تعطي داك المذاق شويه باين حلو. عندنا راس ملعقه ديال الفلفل الحار، عندنا تقريبا واحد 15 غرام ديال الملحه، عندنا واحد 15 غرام ديال الكمون. هادو هما المكونات ديال الصلصه ديالنا. زيت الزيتون، كناخذو الحامض، قشره ديال الحامض، درس كبير ديال الثومه او جوج دراس متوسطين، العسل ديالنا، هضره الصوص راه رائعه كتجي هائله زعما، يعني بون صوص خاصه بهاد السلطه. غادي نضيفو الحار، نضيفو الملح ديالنا، نضيفو الكمون، غادي نخلطو الجميع، هادي هي لاصوص لي غنديرو السلاطة ديالنا إن شاء الله. نجيبو الحمص ديالنا، هاهو كنجيبو اللوبيا، نحاولوا يعني ما نعجنوش هذا الشيء، يعني ما نبجغوش الذرة، نديروا شي إناء كبير نخلطوا في هذا الشيء. طونسيون، ندير واحد الإناء كبير، عندنا هذا الإناء فاش درت في الأول صغير هكا. هادي راه سلطة ديال عائلة كبيرة، سلطة ديال عائلة كبيرة ماشي عائلة صغيرة. نديرو البصل، هانتوما كتشوفو، باش
كل شيء يجي مخلط هكا. هذه راه واحد السلطه رائعه رائعه في بمعنى الكلمه، يمكن لكم تجربوها غتعجبكم 100% ان شاء الله. انا قلت لكم غادي نوعدكم باش نعطيكم دي صلات زوينين في هذا الصيف باذن الله، اللي يمكن لكم ديروهم وما تندموش عليهم ابدا. ها هنا غادي نديرو ان شاء الله المطيشه ديالنا سوريز نتوما جي يعني مخلطه مع السلطه ديالنا حتى هي. هنا غادي ناخذ لاصوص ديالنا نبداو نديرها، هي اللي غادي تبنن لينا هاد السلطه ديالنا اللي غادي نديرها المذاق ان شاء الله، داك المذاق الرائع اللي غادي يجي فيها اللي غادي يعجبكم. لاصوص دائما هي الاخيره كنضيفوها، كتعطيني واحد المذاق رائع رائع باذن الله. كنضيفو في الاخير لان لافوكا ديالنا راه يعني طايب مزيان، غادي نحاول نفرقوه غير بحال هكا باش يتخلط لينا مع السلطه ديالنا. ما نخليوش مرصوات لان راه قطعته مرصوات صغار، غير هو ملي كيكون لافوكا طايب كيكون شاد مع بعضياته بحال هكا. غادي نديرو بشي معلقه بحال هكا، حاولوا نقسموه راه مقسوم غير هو كيتجمع مع بعضياته هكا. نفركوها مزيان قبل لا تحطوها في شي طاسه ديال التقديم، نديرو شويه ديال الزين للطبق ديالنا ما نخليوش هكاك. ورغم انه هو مزين في الاصل ديالو مزين هاد البلاطو اللي فيه عده الوان، هذا غير كنديروه باش نزينو به البلاطو ديالنا مزيان باش يعطينا واحد المنظر رائع رائع. هانتوما هكا من جهه ومن هاد الجهه ان شاء الله. حاولوا بانوا اخواني اخواتي، هذه هي السلطه ديالنا الرائعه اللي هي بالبقوليات يعني اللوبيا الحمص سميتو الذرة، يعني شي حاجه رائعه رائعه رائعه. جربوها ما تندموش عليها ابدا ابدا ابدا، هذه نقولها لكم، هذه من اهم اللي صلات زوينين اللي يمكن الانسان يحطهم للضيوف ديالو وغادي يعجبهم باذن الله. نتمنى لكم كل التوفيق ودائما كنحييكم تحية خاصة، وإلى اللقاء فيديو قادم إن شاء الله، سلطة جديدة إن شاء الله أو ديسير جديد بإذن الله.